يبدو أن حزمة إصلاحات حيدر العبادي في حكومته جاءت بعد فوات الأوان. إصلاحات تأتي بعد أن رفع المتظاهرون سقف مطالبهم إلى محاسبة كافة المفسدين في كل مفاصل الدولة. نحن نطالب من البصرة بإقالة المدراء عامين، مستشاريهم، نوابهم، المعاونينهم، أقسام، مدراء الأقسام، مجالس بلدية، مجالس محلية، كل مفسد تورط. القضاء مسيس، جميع المدراء، تربية، صحة، تعليم عالي، مجاري، بلدية، كلها. ورغم إيمان المتظاهرين بأهمية الإصلاح القضائي وتأثيره على تحسين أداء المؤسسة التنفيذية، إلا أن حالة الغضب لا زالت حاضرة، خصوصا وأن الفساد ساهم في تردي الوضع المعيشي، وهو ما يحتاج إلى علاج كل مؤسسات الدولة. إصلاح الجانب القضائي في البلد، لأن إصلاح الجانب القضائي يصلح جميع البلد. إصلاح المؤسسة القضائية يؤدي إلى إصلاح المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية. لا تبليغ، لا ماي، لا شيء، كل شيء ماكو. احنا ناس صاحبين شهادة دبلوم، يعني عمره واحد 25 سنة. ايش وقت تتعين؟ ايش وقت تكون أسرة؟ قل لي ايش وقت انت من ما تدرس انت رجال طبيب؟ احنا بينا مرض على مود الشافينة، قل لنا شنو هو؟ احنا صار لي 7 سنوات، ها صار لي 12. وليس بعيدا عن غضب المتظاهرين من إصلاحات العبادي، فثمة حالة غضب أشد على حكومة البصرة المحلية، والتي لم يلمس المواطنون منها أي تحسن في الخدمات. يا ماجد النصراوي، انت مو بصراوي، اطلع من البصرة، اتركني اتركنا يا ماجد النصراوي يا اخي، اتركنا، كافي بوق، بقت مين لحد ما الله قال لك بس، كافي بوق يا اخي، اطلع يا عمار حكيم، يا سيد عمار، اتركنا بحالنا. نور المالكي من طلع حاسبه، نور المالكي طلع والله العظيم، هو امريكا مفرغين الميزانية مال العراق، مال الدولة كلها. بالنسبة لحيدر العبادي ما عنده بعد كل عذر ما يشتغل، لين ساندة المرجعية وساندة الشعب، ماكو بعد عده يعني عذر شرعي، خلي يطق بيد الحديد مثل ما قالوا المرجعيه. ماشي. والدكتور ماجد النصراوي صار له ما يقرب سنتين، دكتور ماجد ارد اعرف شنو سوى له البصره، مع ذلك البصره هي تنتج نفط، بنزين ماكو، ماي مالح، والله ماي طاح شعرنا من ماي المالح. هكذا تتواصل حاله الغضب في البصره ومحافظات العراق، بانتظار تحرك واقعي يلبي مطالب الجماهير التي باتت ما يرضيها هو اصلاح حقيقي في كل مفاصل الدوله. من البصرة نزار العلي، قناة سمراء.